فيديو النهارده عن البيوت. الناس كتير بتسالني عن البيوت في كندا والناس اللي عايزه تشتري بيوت. انا النهارده جيت اكبر شركه من شركات العقارات هنا في كندا ريماكس، جيت هنا الشركه عشان اعمل فيديو مع ناس اخصائيين في البيوت وناس عندهم ضمير وعندهم خبره اكتر من 20 سنه في البيوت. انا نفسي شاري معاهم بقالي 4 سنين دلوقتي، فجيت اعمل لكم فيديو عن البيوت وعن اسعار البيوت عشان البي رغباتكم في الاسئله اللي سالتوني فيها. يا رب الفيديو يعجبكم، خليكم معايا. اعزائي يومكم جميل، يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما قلنا لكم بنتكلم عن البيوت، وجينا هنا نقابل الاستاذ احمد والمدام نجاة. هما الاثنين مغاربه الاصل وبيشتغلوا في مجال البيوت اكتر من 20 سنه، خبره كبيره ما شاء الله. وانا اشتريت عن طريقهم وهم هيعرفوا نفسهم. اتفضلي مدام نجاة. نجاة ريل استيت ايجنت، وصري 20 سنة هيك بعمل يعني خدامة كونكورتي ايموبيلي افيك ريماكس مع زوجي. انا وزوجي عملنا تيم، يعني اون اون ايكيب دو ريماكس. alors احمد مالكي نجاتي لا تو دي نو سام دون ايموبيلي. ايموبيلي احنا في الدم. انا اتذكر ابي الله يرحمه كان هو كمان في والله بيوت ما شاء الله. كنا نقول سمسار ايوه بمصر، حتى عيلته العائله بتاعته كلها يعني تبارك الله تبارك الله، وارث المهنه افضل عن جد ما شاء الله. وانا شاري البيت عن طريقهم، وعشان مش هنطول عليكم في الفيديو كتير هنبدا في الاسئله مباشره. والاسئله انا محضرها، انتوا كنتوا باعتينها لي، فهنبدا الاسئله وهيتنوع. وطبعا اللهجه المغربيه، كل اصدقائي مغاربه وجزائريين مغرب عربي، فاكيد كلهم هيبقوا فاهمين. مدام نجاة والاستاذ احمد هيبقى فيه شويه فرنسي شويه عربي شويه مغربي، فان شاء الله كله هيفهم. ويكتبوا لي في التعليق. اول سؤال جالي يا مدام نجاة بيقول لي ما هي الخطوات التي يجب ان تتبعها عند شراء المنزل؟ اول خطوه لما تيجينا يعني كليانت وحاب يشري بيت، اول خطوه احنا تنشوفوا معاه الكريدي، يعني تاع الكريدي ديالو. بنروح نشوفوا عندنا هنا بالكندا في مؤسسه سميتها ايكيفاكس. ايكيفاكس هي كيتعاملوا معها الابناء كلهم، يعني ايكيفاكس لازم يكون عنده فيها هي نقط، اوكي، يعني هذيك النقط خاص يكون عنده فوق من 600 المينيموم يعني او ميم اكثر الكريدت بتاعه. الكريدت يعني اول حاجه ما يمكنش تخرج مع زبون يعني تشوف مع البيت ولا تنحت له على بيت وانت ما عارفش وانت مش عارف الكريدت بتاعه. مظبوط. ايوه باش ياخذ اكثر نقاط يفوت 700 750 800 باش البنك تعطيه مبلغ كويس يقدر ياخذ منه. المشكل اوكي لازم ما يكون عنده تاخير في التليفون، لازم فاتوره يخلص يدفع كل فواتيره، اي فاتوره لازم يخلصها في نفس في الوقت ما يتاخر. اوكي ممكن يسمحوا لك مره واحده تاخر مره اثنين وبيخدم كويس ومعاش كويس، ينقصوا النقاط من بعد نقاط الكريديت تنزل. ايوه هذا، ويكون بين السالري بتاعه عالي وكريديت بتاعه عالي. الكريديت يعني اول حاجه هي الكريديت ما عندهاش علاقه مع السالري. وعندك هذا ايكيفاكس وعندك ترانس كندا ترانس يونيون، اثنين اللي كل الشركات يعطيوهم معلومات عليك. اوكي اذا كنت عندك مشاكل النقط ينزلوا لحد ما تلاقيش مبلغ يكفي لشراء بيت. ما يمكنش الشركه ما يمكنش ما يكون فيهم يقولوا هذا ما يدفع فوالا باسولفاب ما يدفعش ما يديروش فيك الشهر وينسى ويكون عندنا مشاكل ما نعطيوهك. تمام مظبوط، هذا مهم. مظبوط هذه اول شيء. بعدين عاد نشوفوا سالري، يعني بنجيبوا له موافقه من البنك. لما بنروح بنجيبوا موافقه من البنك لازم البنك شنو كتشوف؟ تشوف لك سالري يعني بتاعك واش عنده راتب كيدخل له كل شهر يعني مضبوط، كتشوف واش عنده يعني في 5% يعني لان يحطوا على البيت لان لو بدل داون بيمنت. لازم هذا الداون بيمنت، يعني هي بتشوف عشان لان احنا كمان عندنا كريديت خصنا نشوفوا الكريديت وخصنا نشوفوا هذا الانسان واش يمكن له يشري ولا ما يمكنش له يشري. مظبوط، لان مش اي حد تمشوا معاه. لان البنكة لازم تعطينا ورقه لما بنروح حنايا نعمل، يعني شفنا بيت وعجبنا ونحط عليه اوفر لازم تكون عندنا ورقه من البنك بان هذا الانسان فيه يشتري عنده مبلغ يشتري بيت. تمام كده، اذا ما جاهز لازم ننتظره
نشوفه معاه ممكن يتدار 3 شهور او 4 شهور او 5 شهور يتحسن. بتحضروه بتجهزوه أيوة. بتجهزوه انتوا كمان تقدروا تنصحوه وتجهزوه حتى يكون جاهز مزبوط. باش يشتري البيت مزبوط كده تنشوفوا له يعني لا سيتواسيون فينانسيير تاعو تنشوفوها وتنقولوا له اوكي هذه لازم هذه الكارت هذه لازم تخلصها هذه لازم تشيلها هذه يعني هاك بنحضر نقولوا له اوكي من 6 شهور يمكن فيك تشتري. مظبوط. نتنقل على السؤال الثاني. طيب السؤال الثاني بيقول ده طبعا اكتر من شخص سأل السؤال ده. السؤال ده بيتكرر كتير قوي لان الناس بتيجي فيزا سياحة وزيارة فبيقولوا هل يجوز لشخص زائر او جاي بفيزا سياحة يقدر انه يشتري بيت؟ في يشتري بيت ما في مشكل. معقولة؟ معقولة بس في بس لان في قانون جديد حيكون بالجانوري غيبدأ في جانفي يعني لحد سنة. الان لا لحد الان فيه يشتري بس عاد جنوري حتكون فيه قيود. يعني الانسان الزائر اللي غادي يجي يشتري بيت فيه يشتري هلا اللي بده يعني اي حاجه يعني ريزيدنسيال باغي كوندو هذا في فلوس هذا معاه فلوس ما في مشكله بس بجنوري هيدو ما يبقاش يكون عنده هذا الاختيار غيولي الى 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 بغى يشري لازم يشري تريبلكس اند اب يعني فوق تريبلكس فوق تريبلكس سالي سنتين على السبب هي الازمه اللي كانت في هذا الوقت ديال الكوفيد ديال الاجار اوكي كان بيوت مش موجودين كان الناس البيوت كانت قليله والناس كلها عايزه تشتري وعايزه تلقى اجار ما كان في حتى اجار كمان دابا قالوا من بعد جانوري لمدة سنتين دوزون ميمكنش التوريست أو واحد من زائر يشتري بيت مستقل بيت ممكن يشتري بيوت يمكن يشتري عمارة فيها أربعة عشان تكون كبزنس إنه هو يأجر إنفستر إنه يعمل بزنس هذا لكن بيت ممكن يأجر بيت منفصل لا. بيت منفصل أو دوبليكس أو تريبليكس ممنوع له لمدة سنتين تمام يعني حتى يقدوا الميل الآن في مظبوط طيب ندخل على السؤال اللي بعده عشان الأسئلة كتير عندي أسئلة كتير قوي الناس بعتلي أسئلة كتير قوي هندخل على السؤال الثالث وهو ما هو البيت المستقل أفضل أم شراء كوندو أفضل يعني البيت ولا الكوندو الناس برضو بتسأل الاثنين مزيانين يعني الاثنين حلوين في ناس هي كتبغي تشري بيت مستقل لان عندها اولاد وحابه تكون عندها يعني جاردان ويكون عندها يعني اكثر الاسباس يعني بيسين وبيت واسع وغرف كتير هادو كيمشيو يشتروا البيت البيت بيحتاج اصل الحشيشه الجاردن بيحتاج في ناس تدخل لك انا ما عندي وقت ما عنده وقت ولا عنده صحه ولا صحه يعني يعمل جازو وانتروتيان مجهودات انا ما عندي يعني هادو بيريح حاله يروح على الكوندو وما عنده اطفال وما عنده اطفال عشان يلعبوا في الجنينه والبسين فبيريح حاله يروح ياخد كوندو بس في الكوندو في مشكله في الكوندو الكوندو المشكله لان البيت تكون حر يكون البيت بتاعك حر تعمل بيت الكوندو عندك جيران انت اللي بتقرر يعني هذا الحيط بدي اشيله اوكي هاي بدي اعمل يعني عندك حريه انت الملك لما بيكون الكوندو ما عندك خلاص زيك زي المهاجر فيهم كمان بحب نقوله في المثال اشتريتي اليوم من 6 شهور من بعد يجيو يقولوا لك اوكي هذا بتاع السندك اللي فخيت كوبريتي كنتي انت مثلا كنتي بتدفع 300 يجيو يقولوا لك لا هلا احنا خاصك تدفع 600 بينعلي ما فيك تتحكم ما فيك غير ما يبقى بيتك لازم انا كنصح الناس اللي يمشي ويشري ولا بيوت ولا الكوندو انهم يكونوا مع كورتي ايموبيلي لان الكورتي ايموبيلي هو غيمشي معك لان انت لما بتروح تشتري الكوندو هو حيكون معك هو غيقرا لك كل شيء يعني هذاك لي ريغلومون يعني عارف كل شيء لي بروسي فيربو يعني في كثير اشياء غامضة لازم تعرفها هو بيعرفها وبينصحك تيقول لك شوف هذا راه من هنا يا 6 شهور ولا يمكن 4 شهور راح غيطلعوا لان شوف هذه لازم تطلعوا في كوندك المستقبل كمان اللي هيحصل عشان ينورك كوندو فيز لازم تعرفهم حتى كثير مشاكل تكونوا تمشوا للمحاكم اوكي تكون بسبب الفيز تبعك ايوه هو دي مولف يدفع 200 شهريا اوكي وجي مفاجاه اشتري 600 ما عارف لازم يدفع 300 اكثر يزيدها كل شهر هو ما في كباره تروحوا للمحاكم هذا المشكل هذا علاش احنا لازم نشوفوا كل الاشياء قبل ما كل التفاصيل وكل القواعد والرولز كل برضه في سؤال من احد الاصدقاء برضه مكرر كتير بيقول ايه انسب وقت لشراء البيت
انا تنقول طول السنه. ايوه ايوه الان الان الاسعار رايحه. شوف عندك الان شويه مريحه شويه مريحه شويه اللي بغى يشري في حركه الشراء دلوقتي. مو عنده اختيار في جانفيي فيفريي مارس كل الناس اللي ساكنين في الايجار الايجار اوكي لازم يقولوا بالغي روحو هنجدد او هنروح اوكي. فناس كتير بتروح تشتري كلهم في نفس الوقت جانفيي فيفريي مارس اوكي. ناس كتير يشتروا يشتروا في الوقت اوكي ده. وانت تجي تبغي تعطيه في بيت 500 يجي الاخر يعطي 500 بيعطي اوفر زياده يعني بس دي دلوقتي لما البيوت ريحت شويه ما بقاش في اوفر اعلى. احسن وقت الان احسن وقت ده احسن وقت لشراء البيت. ايه اهم الامور اللي يجب ان يتجنبها عند شراء البيت؟ الواحد لما يجي يشتري بيت ايه الحاجات اللي الواحد يتجنبها او ياخد باله منها قوي؟ اول حاجه مهمه لما تشتري بيت هذا مبلغ كبير اول حاجه لازم تجيب انسبكتور اوكي الايجنت في الاول انسبكشن يعني مهندس يشوف لك البيت بس قبل ما تدفع مصاري المهندس وتكون البيت خربانه لازم الايجنت يشوف انت عندها خبره هي في الاول البيت نقول له هذه ما عجبتني بعد منها ممكن هنايا شميت رطوبه فيه موزيسور بس يا استاذ احمد سوري القطع كلامك كل الايجنت عندهم نفس الخبره كده انهم يقولوا لك كده ولا لا. طبعا لا لازم تكون عندهم لازم فعشان كده لازم الواحد يختار مين الايجنت اللي هيمشي معاه ان يكون عنده خبره ان قبل الانسبكشن انه يقول لك البيت ده فيه العيب الفلاني والعيب الفلاني هل شفت غيكلف كتير نكلموا انسبكتور ما تضيع فلوسك بلاش اللي كان بعينك يعني ممكن ممكن الايجنت اللي انت بتكون ماشي معاه فجأة كده هو يقول لك لا البيت ده لا ما ينفعكش بلاش مش هيبيعك وخلاص عشان يلبسك في الحيط وتدفع فلوس وخلاص بس انت اللي بغيت دي بقى الضمير اللي بنقول عليه دي مسألة الضمير يا استاذ احمد صح؟ ايوه لازم يوري كل اشياء هو تمام دارس الاشياء اللي نحضروا فيها في البيت واول وش الاشياء اللي تنجنبوها من حب نشتري بيت هي انه باغيزون لما يجي عندي الكليان يقول لي انا بدي اشتري بيت تنشوف معاه يعني هو لازمو فين يعني اي كارتي اوكي يعني اي حي اوكي الحي يعني بنصحوا على الحي اللي حيشتري فيه اوقات كيجي ويقول لك انا بغيت هذا البيت هذا هو اللي بغيت نشريه ولما بنروح بنشوفوا يعني عاطي على الاوتوروت كبير ولا بولفار ولا فيه ستاشن تران يعني دايزا ولا هك هذه يعني كمان بتختاروا له المكان هادو سي دي زونديكاب يعني ما فيك يعني تشتري بيت لان البيوت كلها بتنباع يعني. كله بينباع بس لا 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 اللي يناسب اللي يناسب لا وبس ان بحال دابا بيت لما تراه يعني هاي ورق الجرده يعني دايز هاي بتاع التران ترين ديال التران تكون دايز هذا البيوت كلهم بيطلع الثمن بتاعهم هذا ما حيطلع هذا سعره ما يطلع لانه اكيد عنده بيعتبر عيب عنده عيب وياخذ وقت كتير باش يبيعه وفي البيع برضه بيبقى تقيل يعني تقيل ماشي كل الناس غيحبوا غيكون يمكن واحد غيجي يقول لك اوكي لا ما في مشكل واحد يكون ترند زعما في مشكل بس مش كل الناس حيت بيت عندك تشوف فيها اصلاحات غنغير الكيتشن لا كويزين نغيرها مش مشكله حاجات ليك انت كمان غير الحمام غيره حاجات بس الاساسات بس اذا كنت حدا مطار ما يمكن نغيرها ما يمكن نغيره هذا يعني في حاجات نقدر هيدي اللي بنشتري بها يعني بتنقولوا للكلاينت بتاعنا نشتري بهيدي البيوت مظبوط في بيوت هو بينصحك ما تاخدهاش لان بيكون عندها عيوب زي مثلا اللي هي ترين وراها مطار لكن في بيوت بقى يكون عايز تجدد التجديد ده بيكون ليك انت فبينصحك بيه لان اكيد برضه بيبقى سعره مهاوت شويه لانك انت هتجدد فيه مظبوط كده طلع تمام انا سؤال مهم قوي ناس كتير برضو بتساله وناس مقيمين هنا وقاعدين هنا الناس المهاجرين الجدد بيسالونا بيقولوا هل ليهم امتيازات الدوله بتديهم امتيازات لما بيشتروا اول بيت ليهم اول بيت ليهم في كندا ايوه كتير الابناء تيعطيو عندهم بروجرام لي اول شاري هاد العائله جات هاد جات جديده اول مره في كندا عندها خمس سنين باش ممكن لها تستفيد من بروغرام اللي بعض الابناك تيعطيوه باش يساعدوك
يطلبوا منك يعني مش كل البنوك، مش كل بعض البنوك، بعض البنوك، بعض البنوك تعطي عندهم بروجرام سبيسيال للمهاجرين الجدد. الجدد ايوه يساعدهم في 5% كمان، 5% في 5% يساعدهم في الكريديت، ما يكونوا يطلبوا لهم اشياء اللي يطلبوا لك انت للقديم. لا هادو باش يساعدوهم، هذا بروجرام بعد الأبناء. ده لحد 5 سنين، حتى لحد كل كل مهاجر هنا ما عداش عليه 5 سنين عايز يشتري بيت بيلاقي عنده امتيازات، زي ما الاستاذ احمد بيقول عليها امتيازات كتير ممتازه بعض البنوك بتقدمها، واكيد لما تمشي مع ايجنت لشراء البيت هو بيدلك فين البنك اللي بيقدم المميزات دي. مظبوط كده؟ ايوه. طيب سؤال مهم جدا للاستاذ احمد، ايه نسبه الضرايب على العقارات على البيوت؟ يعني انا واحد عندي بيت دلوقتي لما اجي ابيعه هل عليا نسبة ضرائب؟ الحكومة هتاخد ضرائب على المبلغ بتاع البيت ده؟ لا، عندك بيتك اللي ساكن فيه انت واولادك واطفالك، هذاك بيتك تبيعه تربح فيه 200,000 300,000 400,000 ما تدفعش عليه ضرائب، زيرو ضرائب. هذه بيتك، ممكن تشتري بيت اخر تسكن فيه كمان بيتك انت تبيعه، ما عندك مشكل الربح ما تدفع عليه ضرائب، ما عليه ضرائب. لا بس إذا في نفس الوقت عندك كمان أكثر من بيت، أكثر من بيت، أوكي، هادو الأرباح تدفع لهم 50% من الأرباح تدفع عليها ضرائب. نص الأرباح بدفع عليها ضرائب؟ أيوة. ونص ليا ما تدفعش عليه ضرائب؟ ما تدفع عليه ضرائب. ده في البيت الثاني لو أنا مالك بيتين. اكزاكتلي. لكن لو أنا مالك بيت واحد وببيعه، بيت واحد زيرو ضرائب، زيرو ضرائب، الأرباح ليا بتدخل جيبي، تستفيد وحدك منه. الحمد لله، تمام كده. طبعا كده نهينا الفيديو معاكم، أسئلة بتاعتكم عرضناها على الأستاذ أحمد والمدام نجاة، ويا رب يكون لبينا كل أسئلتكم وقلنا الإجابات كلها. ودلوقتي هنبدأ، المدام نجاة تقدر تقولي كلمة للناس المشاهدين دلوقتي؟ يعني لازم بغي استفسار في أي حاجة ما في مشكلة، أنا احنا التيم تاعنا أنا وأحمد يعني فرح الإشارة، وإن شاء الله يربي يوفقكم وتشتروا بيت إن شاء الله، لأن أحسن انفستمنت يعني بيعمله الإنسان في الحياة هو انفستمنت تاع اللي يكون عنده منزل لأولاده يعني، ويكون مستور فيه، ويكون إن شاء الله يدخلوا عليكم بالصحة والعافية يا رب. يا رب. صراحة ما تفضل. احنا موجودين، اللي عنده كما قلت نجات اي سؤال اللي يفكر شي حاجة لازم احنا بيني وبينكم تكون ديما ثقة، اوكي، وملي الحمد لله من تنبغي نشريو بيت لشي كليون انا اخد شوية كروت بقى معايا عشان الناس تنفكر فيه زي اللي تنشري بيت ليا انا، اوكي، والكليون كلهم تي من بعد هذا الترانزاكشن اوكي تيوليو اصدقاء ان شاء الله، ديما اتصال قبل ومن بعد ومن بعد من بعد. وانا شاهد على كده لاني انا شاري معاهم من 4 سنين انا شاري منهم، ولحد دلوقتي اصدقاء، ولحد دلوقتي بنعايد بعض وبنكلم بعض في التليفون، وانا شاري معاهم بقى لي 4 سنين يعني انا مجرب، وزي ما بقول لكم اسال مجرب ولا تسالش طبيب، انا مجرب زي ما بتكلم معاكم وبقول لكم انا كل كلامي عن تجارب في البيوت كمان عن تجارب. ودمتم بخير، يا اهل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.